الو دكتور. اهلا وسهلا بكم على راديو الحياة فين في الو دكتور. نحاول نجاوب على الاسئله اللي تطرحوها انتم كل يوم على 70035120. امراض نادره، هذا هو شهر فيفري مش يكون مخصص للامراض النادره في تونس وفي العالم الكل. مش نحكيوا عليهم، شو ما اهم الامراض اللي لازمنا نعرفوهم اليوم، الاعراض، كيفيه الوقايه والعلاج والاسباب، هذا واكثر مش يكون في حديثنا اليوم مع دكتور معز قريبة، شيف سيرفيس جينيتيك في مستشفى الجامعي فرحات حشيد بسوسه. دكتور، لو كنت تعرف لنا شنو هو معناها، شنو نقصد بالامراض النادره؟ الأمراض النادرة هي أمراض كما اسمها يذكر، هو أمراض نادرة معناتها أمراض مش موجودة برشا في المجتمع، هي أغلبيتها أمراض جينية وراثية، لكن فما أمراض نادرة ده كيف مش وراثية، ما تكون نادرة خاطر ما نلقاوش برشا حالات منها في المجتمع، خصوصا المجتمع التونسي والمجتمع العالمي. وإحنا اليوم كي مش نحكيه على الأمراض النادرة، مش نحكيه الأغلبية على الأمراض الجينية اللي الأغلبية منها وراثية، وهكا علاش هي نادرة، خاطر لازمها تكون في أغلب الوقت موروثة من أحد الوالدين ولا الاثنين، معناتها الأم ولا الأب، باش تكون موجودة عند الطفل، وتكون الأعراض معناتها تبدأ عند الطفل رغم اللي هي مش موجودة عند الوالدين. دونك الأمراض النادرة هي أمراض مش موجودة برشا في المجتمع، مش كيما مثلا الجريب ولا الزكام ولا الروماتيزم ولا الأمراض السكر ولا أمراض الدم اللي موجودة برشا في المجتمع. خلينا توا نحكيه على المرض اللي يهم الجمعية واللي يهم خاصة الصغار. اليوم هو اسمه الأميوتروفي سبينال انفانتيل، ما عندوش ترجمة بالعربي، معناته هو مرض يمس الأعصاب، يخلي الصغير يفقد الإمكانية متاع المشي من اللول، وبعد متاع تحريك باقي العضلات، وتوصل به الحالة حتى العضلات متاع التنفس وعضلات القلب الكلهم يتمسوا، هذاك اللي يؤدي إلى عدم إمكانية أنه معناتها الجسم الإنساني، واللي ما عادش عنده إمكانية باش يحرك العضلات متاعه باش يتنفس، وينجر عنه حتى الموت، وتوكي تبدأ الأعراض تبدأ مبكرة. أهم الأعراض اللي تجم تظهر دكتور شني؟ مرض هذا هو أنه فما فيه ثلاثة أنواع، وثلاثة أنواع عندهم نفس السبب اللي هو سبب جيني. دونك فما النوع الأول اللي يبدأ من الشهر الأول متاع الولادة حتى الستة أشهر متاع الولادة، وتكون الحالة فيها قوية برشا، معناتها هي الحالة تبدأ برخفة فشلة، معناتها الصغير ما ينجمش يتحرك في الفرش، عنده فشلة في كامل أعضاء الجسم متاعه، ما ينجمش يحرك يديه، ما ينجمش يحرك ساقيه، وبشوية بشوية تتسرب حتى العضلات تاع القلب والعضلات تاع التنفس، وفي سن عادة أقل من سنتين يفقد القدرة على التنفس الإرادي، وينجر عنه بعد حتى الموت المبكر. وفما الحالة الثانية اللي تبدأ ما بين 6 شهور وعامين، هذه حالة كيف هي ديما من الأول فما فشلة ورخفة وعدم إمكانية تحريك الجسد، أما الأعراض متاعها باش تبدأ مخرة شوية، فهمت؟ بما أنه الطفل ينجم يولي ينجم يقعد وينجم حتى يوقف، أما بعد سنتين باش تبدأ تتعكر الحالة متاعه، وكيف باش تمثل عضلات القلب والتنفس، وتصير فيها مشاكل بعد كبيرة للطفل. والحالة الثانية اللي هي الحالة أقل معناتها تعكرات، بحيث أنها تبدأ بعد سنتين، العارة تبدأ بعد سنتين كيف تبدأ بفشلة، تبدأ معناتها صغير من الأول ينجم يقعد وينجم يوقف وينجم يمشي ويتحرك كل شيء، وبعد يبدأ بشوي يحس عنده رخفة وفشلة في العضلات متاعه، في عضلات اليدين، في عضلات الرجلين، اللي باش يترتب عليها انه في الاخر معناتها في العمر متاع 7-8-10 سنين يولي مجبور باش يقعد في الكرسي المتحرك، على خاطر ما عادش ينجم يتحرك وحده، وبشوي يفقد امكانيه تحريك يدي وتحريك ساقيه. وكما شفنا معناتها الاعراض عمل السن بالبدايه تبدا متاخر، عمل الاعراض يكونوا اقل خطوره واقل معناتها يكونوا اصعب اقل معناتها الصعوبيه نتاعهم، والتعكرات يكونوا اقل عند الطفل. نعاود ذكركم انه ضيفنا اليوم دكتور معز قريبة، وهو شيف سيرفيس جينيتيك مستشفى الجامعي فرحات حشيد بسوسه. دكتور،
نجم تقولي في أي عمر بالضبط نجم نحكيه على المرض هذا؟ أول حاجة لازم نفهمه اللي هذا المرض هو مرض جيني متنحي. أهم حاجة هذه في تونس فهمت؟ مرض جيني متنحي معناتها مالادي جينيتيك ريسيسيف، معناتها هذا المرض في أغلب الحالات يكونوا الوالدين حاملين للمرض، مش ديما راهو في أغلب الحالات نقول، وبعد يجيبوا صغير مريض معناتها هما حاملين المرض لكن ما نشوفوش الأعراض من برا، وبعد كل واحد من الوالدين باش يعطي جين من الجينات نتاعو للصغير وقت التكون نتاعو، والصغير هذاك باش يكون عنده زوج جينات مرضى دونك باش يكون عنده المرض. وبالنسبه لتونس علاش هي مشكله في تونس؟ على خاطر في تونس عندنا برشا الزواج بين الاقارب، ولاد الخالات ولاد العمات ولاد على الاول والثاني، وهذه حاجه خايبه ياسر. علاش؟ على خاطر الامراض المتنحيه يكون فيهم الجين متخبي في العائله، ومن بعد كي ياخذوا بعضهم الاقارب الجين هذا يظهر عند الصغير المريض، وقتا نتفطنوا اللي الجين هذا موجود في العائله هذيك، اما معناتها بصفه متاخره على خاطر سي صغير تولد وعنده المرض هذا. دونك اول الاعراض اللي بتخلي الوالدين يفيقوا اللي صغيرهم مريض هي الفشله، معناتها صغار يوليوا عندهم رخفه فشلة كسوسها مبكرة ولا متأخرة، وبشوية بشوية الفشلة هذه بتعطي مشكلة في التحرك، مشكلة في هزان الأشياء، في هزان الماكلة، في استعمال يدين ورجلين في بصفة عادية معناتها كل يوم. وهذه أول أعراض اللي تخلي الوالدين يهزوا صغيرهم للطبيب باش يكشفوا المرض نتاعو. بيانسو لازم الطبيب العام اللي باش يشوف الطبيب الأسرة اللي باش يشوف الصغير ولا طبيب الاطفال، اول ما يشوف الحاله هذه يطلب فما تحاليل خاصه نعملوهم، والتحاليل الخاصه تمكننا باش نزيدوا نخموا اكثر في المرض هذا. وبيان سور اذا كان خممنا في المرض لازم نبعثوا للعائله قسم الامراض الوراثيه والجينيه وين غادي باش تم فما التشخيص النهائي للمرض والتاكد من المرض 100%. دكتور وقتاش لي بارون لازمهم يخافوا كي يشوفوا الاعراض هذيا عند صغيراتهم؟ وخاصه نحب نعرف اسكو دياغنوستيك سهل والا لا بالنسبه للحالات هذيا؟ مرض ما يمشش المخ، معناتها الاطفال في كل الاعمار يقعد عندهم تفكير عادي، فما حتى اطفال اللي وصلوا كملوا الدراسه نتاعهم وكانوا ذكيين برشا موجودين في تونس عندنا نعرفوهم بالكدا، احنا اللي وصلوا قراوا في الجامعه وكملوا دراستهم ولقوا خدمه خطر التفكير متاعهم يكون عادي ولا حتى أكثر من عادي في بعض الأحيان 100%. فهمت؟ الأعراض هي كما قلت لك أكثرية تمس العضلات وتخلي الحركة تتطور معناتها بصفة مسترسلة إلى فقدان الحركة بشوية بشوية، مع العلم أنه فما نوع ما قلتش عليه يعني اللي يجي عند الزادول يجي عند كبار السن اللي هو نادر جدا، فهمت؟ حتى في المرض ذا موجود، وحتى الـ 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 الأشخاص اللي عندهم مرض هذا بريسك يكون عندهم حياة عادية، حتى الفشلة والرخفة ما يحسوش بها بالكل. هل أنه العلاج ممكن دكتور بعد ما يكتشفوا المرض هذا عند صغارهم وإلا لا؟ أهم حاجة في تونس الوقاية، أهم حاجة أهم ما نخلطوا العلاج الوقاية من المرض، خاطر المرض هذا فيه نوعين من الوقاية. نوع الأول نتاع الوقاية هو ماذا بينا إذا كان في الأمكان الليكوب معناتها اللي بيش يعرسوا ماذا بينا ما ياخدوش من بعض، معناتها نحاولوا نتجنبوا لماكسيموم الزواج بين الأقارب، هذيك أكبر وقاية مش حتى المرض ذي، بالنسبة لكل الأمراض المتنحية اللي هي برشا موجودة في تونس واللي تمكن مشكلة في الأمراض في تونس. هذه أول حاجة. ثاني حاجة ثم التحليل ما قبل الولادة، أما هذا يجي بعد ما أنه في العائلة صار ثم ولد ولا طفلة مريض بالمرض هذا وتأكدوا اللي هو المرض هذا واللي هو مرجيني، وقت نجمه نقدمه للكوب وقت المرأة باش تحبل وتحب تجيب صغير، نجمه نحلو الصغير هذا في كرشها ما قبل الولادة. إذا كان الصغير حامل للمرض باش يكون مريض نجمه نوقفه الحبالة على بكري ولا ما يصيرش فما صغير مريض، وإذا كان صغير لاباس نخليه المرأة تكمل الحبالة نتاعها بصفة عادية وقلت ربي يكون عندها صغير لاباس في آخر الحبالة نتاعها.
وفما مؤخرا عندها تاول حكاية تقريبا 5 سنين توجد دواء اللي هي حاجة مفرحة جدا للمرض هذا. فما نوعين من دواء، فما دواء يقعد ياخذه صغير بستيفة مسترسلة كل 3 شهور ياخذ جرعة من الدواء اللي تنجم توخر الحالة وينجم حتى يعيش عيشة عادية ما عادش عنده الرخفة والفشلة وينجم حتى يمشي ويجي وما يحتاج للكرسي المتحرك. وفما دواء آخر اللي هو غالي شوية اللي توجد عنده توا تقريب 2 سنين اللي تعطاه في جرعة واحدة ويمكن إذا كان تعطاه مبكر معناتها علاش التشخيص المبكر مهم، حتى إذا كان فما تشخيص مبكر والدواء هذا يتخذ في عمر مبكر ينجم وجرعة واحدة، هي الحاجة الباقية أنها جرعة واحدة فهمت تعطاها في العرق، إذا كان تاخذها بصفة مبكرة وفي الوقت المناسب الصغير ينجم يبرى 100%، معناتها هي الدواء هذا كيفاش يداوي يمشي للخلايا نتاع الأعصاب الموجودة في النخاع الشوكي وين فما المرض ويداوي الجين المريض يعوضه بجين لاباس تسمى لا جيني ثيرابي هذه فهمت، وبحيث انه بالطريقه هذه الطفل ما عادش عنده جين المريض ولا عنده جينات لاباس في الاعصاب نتاعو ويبرم المرض ويكون عنده حياه 100% عاديه. دكتور ميرسي اللي جبتك على الاسئله نتاعنا اليوم. الكل نعاود نذكركم انه ضيفنا اليوم دكتور معز قريبه شيف سيرفيس جينيتيك في مستشفى الجامعي فرحات حشيت كنت. هذه الو دكتور بالنسبه لليوم. الو دكتور.